بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بالصف التاسع المتوسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من دروس مادة الرياضيات، واليوم بنستكمل آخر دروس الفصل الأول وهو الترجيح والعدالة والاحتمال. عندنا النهاردة الحصة الثانية. سؤال تمهيدي بيقول: ظل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة، اوجد ترجيح حدث ظهور صورة عند رمي قطعة نقود معدنية مرة واحدة. طبعا الصورة مقابلها كتابة، فبيكون الترجيح بتاعي. تعال نشوف الأول كده ترجيح الصورة، نكتب مع بعض الترجيح. الترجيح هو عدد نواتج ظهور الصورة مقابل عدد نواتج عدم ظهور الصورة. طيب الصورة هتظهر كم مرة؟ هتظهر مرة على مرة، يعني مرة مقابل إنها تظهر الكتابة. هي بتظهر مرة ولا تظهر المرة الثانية اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الكتابة. يبقى اذا الترجيح بيساوي واحد على واحد او بيساوي واحد الى واحد، اللي هي اختيارنا رقم الف. في الكتاب صفحة 208 تدرب رقم 6 في تجربة القاء مكعب منتظم مرقم من 1 إلى 6 مرة واحدة، اكمل ما يلي. عندي هنا المكعب وعندي الارقام الظاهرة او عدد النواتج الممكنة. عدد النواتج الممكنة بيساوي 6. رقم باء: عدد نواتج الحدث ألف ظهور عدد فردي. عندي كم مرة بيظهر عدد فردي؟ بيظهر عندي الثلاثة أو الواحد وبعدين الثلاثة وبعدين الخمسة، يبقى عندي هنا 3 مرات. أدي الواحد والثلاثة والخمسة، يبقى عندي هنا 3 نواتج. عدد نواتج الحدث باء ظهور عامل من عوامل العدد 6. ما هي عوامل العدد 6؟ عندي 1 ضرب 6 وعندي 2 ضرب 3، يبقى عندي 1 و2 و3 و6، يبقى عندي هنا 4 نواتج ممكن. احتمال الالف، احتمال الالف عندي هنا الالف بيقول لي عدد ظهور عدد فردي. طيب الاحتمال بيساوي عدد النواتج على عدد نواتج الحدث على عدد جميع النواتج، يعني 3 على 6، ولو عايز تختصر يكون بيساوي 1 على 2. طب احتمال باء، الباء عندي نواتج الباء بيساوي 4 على جميع النواتج، يعني 4 على 6 برضو بعد الاختصار بيساوي 2 على 3. ترجيح الحدث ألف ظهور عدد فردي أو عدم ظهور العدد الفردي. العدد الفردي بيظهر عندي 3 أعداد وبعدين بعد كده الأعداد الثانية أعداد زوجية، فيكون مقابل 3 مقابل إيه؟ 3 مقابل 3. 3 مقابل 3 يا شباب اللي هي 1 على 1 أو 3 على 3 بعد الاختصار 1 على إيه؟ 1 على 1. ترجيح الحدث باء، الحدث باء عندي 4 نواتج في الحدث مقابل هم كلهم 6 نواتج، يبقى فاضل عندي ناتجين، يبقى 4 مقابل 2 أو 4 على 2 بعد الاختصار 2 على 1 أو 2 إلى 1. صفحة 209 مثال رقم 4 بيقول: إذا كان ترجيح حدث ما، الترجيح هنا يا شباب ركزوا، ترجيح الحدث هو 3 إلى 10، اوجد احتمال وقوع هذا الحدث. في الحالة دي طبعا احنا عشان نجيب احتمال الاحداث، انا عندي 3 بيظهر الحدث 3 مرات ولا يقع 10 مرات، يبقى مجموع الاثنين كام؟ مجموع الاثنين 13. يبقى اذا ترجيح الحدث 3 إلى 10، بنجمع ال 3 زائد 10 عشان يكون كل النواتج الممكنة، يبقى الاحتمال بيساوي 3 على 13. بما ان ترجيح الحدث هو 3 إلى 10، إذا عدد نواتج وقوع الحدث بيساوي 3، عدد نواتج عدم وقوع الحدث بيساوي 10، يبقى عدد النواتج الممكنة بيساوي 3 زائد 10 اللي هو بيساوي 13. إذا احتمال الوقوع أو وقوع هذا الحدث بيساوي 3 على 13. لو عايز مني مثلا احتمال عدم وقوع هذا الحدث بنفس الخطوات، ولكن هنا باخد عندي هنا هذه النواتج هي التي تمثل نواتج عدم وقوع الحدث، يبقى اللي بيقول لي لو بيقول لي اوجد احتمال عدم وقوع هذا الحدث هيبقى 10 على 13. في الكتاب صفحة 209 بيقول لي تدرب رقم 7: اذا كان ترجيح حدث ما، نفس السؤال 7 إلى 1، فما احتمال وقوع هذا الحدث؟ طبعا هنا عندي هنمشي بنفس الخطوات، احتمال وقوع الحدث بيساوي 7 على 8، لان مجموع الاثنين الوقوع وعدم الوقوع 7 زائد 1 بيساوي كام؟ بيساوي 8، يعني عندي هنا الاحتمال بيساوي 7 الى 8 او 7 على 8. تدرب رقم 8 بيقول: اذا كان احتمال وقوع حدث ما هو 3 على 5، فما هو ترجيح هذا الحدث؟
هنا بقى عندي اللي في المقام بيعبر عن جميع النواتج الممكنة. جميع النواتج الممكنة، نشيل منهم 3 يتبقى كام؟ يتبقى 2. يبقى إذا ترجيح هذا الحدث بيساوي 3 إلى 2 أو 3 على 2 زي ما تحب تكتبها اكتب. في الكتاب صفحة 211 أوجد احتمال وقوع الأحداث التي ترجيحها كما يلي. عندي هنا الترجيح 1 إلى 1، يبقى الاحتمال عدم الظهور 1 وعدم عدد نواتج الظهور 1 وعدد نواتج عدم الظهور 1، يبقى مجموعهم 2، يبقى الاحتمال بيساوي 1 على 2 أو 1 إلى 2. رقم باء 3 إلى 2، عندي هنا الثلاثة اللي في الأول أو الجزء الأول من النسبة هو عدد نواتج ظهور هذا الحدث، والجزء الثاني أو الجزء الثاني من النسبة هو عدد نواتج عدم ظهور هذا الحدث، مجموعهم 5، يبقى احتمال هذا أو احتمال وقوع هذا الحدث بيساوي 3 على 5. 1 إلى 7 بنفس الطريقة، يبقى احتمال وقوع هذا الحدث بيساوي 1 إلى إيه؟ 1 إلى 8. 9 إلى 11، 9 زائد 11 بيساوي 20، يبقى إذا احتمال وقوع هذا الحدث بيساوي 11 على 20 أو 11 إلى 20. 55 إلى 44 هنجمع الاثنين يبقى 99، يبقى احتمال وقوع هذا الحدث بيساوي 55 إلى 99. ممكن نقسم طبعا على 11 فهيكون الناتج في أبسط صورة بيساوي 5 إلى 9. سؤال رقم 7 في نفس الصفحة 211 بيقول إذا كان احتمال وقوع حدث ما هو 5 على 9 فما هو ترجيح هذا الحدث؟ النواتج الممكنة هنا يا شباب 9، شيل منهم 5 يتبقى 4، يبقى إذا ترجيح هذا الحدث بيساوي 5 إلى إيه؟ 5 إلى 4. بكده نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، ونراكم إن شاء الله في دروس أخرى مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.